هل عندها من الملكات اللي مش موجودة عند باقي البشر؟ هل بتتواصل مع الجن؟ هل بتاخد المعلومات من أجهزة مخابرات بتدير العالم؟ هل ممكن تعترف وتقول المصدر الحقيقي لتوقعاتها؟ هل بتتقاضى مقابل هذه التوقعات؟ ضيفتي الليلة ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف. جاهزة يا ست ليلى؟ جاهزة. أول حاجة عايزة أقول لك أنتِ منورة مصر. الله يخليكي. ومنورة الاستوديو. الله يخليكي. منورة العرافة. تسلمي، الله يخليكي، شرف كبير. الله يخليكي. إني أنا أعمل معكِ حلقة عشان تعرفي حقيقة ليلى عبد اللطيف. ده اللي أنا عايزة النهاردة. والصدق. كويس جدا. عايزة بس أقول لك حاجة مهمة قبل ما نبدأ الحلقة. أنا مش جاية علشان نعمل حلقة يغلبك يتغلبيني. نعم. ولا عايزة أنتقص من قدرك لأن أنا بحترمك. الله يخليك. وإنتي النهاردة ضيفتي في بلدي وفي برنامجي. تسلم. وعشان كده إن إحنا هنتكلم بعقلانية وأنا بستفسر وعايزة إجابات. بعقلانية وبمنطق وصدق. خلاص اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. أول فيديو. عرفت إزاي طيب ليلى؟ في رواية بتقولك إن ليلى عندها جن بيروح وبتبعته بيسمع الأسرار. يعني مثلا لما انفصل حسام وشيرين ممكن تكون مخلية الجن يروح عند شيرين، فشيرين بتكلم صاحبتها وهم قاعدين مع بعض بتقول لها يلا هاتي المأذون خلاص هنتطلق، فصاحبتها تقول لها طب استني يومين، فتقوم ليلى تتوقع لأن التوقع في فرق بينه وبين الجزم والتأكيد، دايما بتتوقع، فتقوم ليلى تتوقع إنه هيحصل انفصال بين شيرين وحسام. ففي رواية بتقول إنه ده اللي حصل مع ياسمين وأحمد. أنا بس قبل ما تردي عايزة أقول لك إنه أنا أول مرة بحياتي بجيب فيديو ليا وحد هيرد عليه، وعايزة أقول لك إنه إحساسي وأنا بكلمك قلبي مصدقك. الله. لكن عقلي بيرفض لأنه أنا شايفة إن ده ضد الشرع وضد الدين. هستناكي تجاوبيني. وطبعاً أنا يعني قلت انك مخاوية في انواع من الجن، في جن صالح وفي مجوسي وفي كافر وفي طيب وفي، انا هسيبك تقولي اللي انت عايزاه. نعم. عشان انا دماغي عامله كده لان في حاجات انت بتقوليها كتير 80% من اللي بتقوليه صح. نعم. فانت مجنناني. نعم عندك حق. لكن اتفضلي. لكن انا اول شيء حضرتك انسانه اعلاميه ومثقفه وبرمي العالم وبتعرفي انه هالاشياء منا مظبوطه. يعني انا استغربت قلت مدام بسمه يعني يطلع منا الكلام ده، فكنت عملت شوك يعني قلت مش معقول. فسبحان الله اجى وقت اني اعمل معك الحلقه عشان توضحي اوضح لك. اول شيء انا كان عمري 12 سنه من بعد ما توفى والدي كان شيخ ازهر، وأنا إنسانة مؤمنة بصوم رمضان وبصلي وإنسانة مؤمنة، وأبويا مصري من الزقازيق وكان شيخ، وكانت تقول الوالدة إنه أبوكي كان عنده الإحساس يقول للماما إنه سامع دعسة أبوكي جاي عندنا في الليل وجايب معه أبو فروة. أيوة أبو فروة. فماما تقول له الساعة 10 بالليل حيجيب أبويا إزاي؟ يجي جدي الساعة 10 يطرق الباب، بس أبويا ما كان يقول، يعني يقول بس لمامتي. هلا لا يعلن. إيه يعني بينه وبين بين نفسه بين وبين البيت. الأهل. على الضيق يعني. فأنا لما صار عمري 12 13 سنة وكنا متعلقين بجدي لأنه أبويا توفى أنا عندي 7 سنين، كنا معلقين فيه.
لما راح قالت يعني انا صرت اعيط، قالت لي والدتي بتعيط. يعني تتوقعي من وانت عندك 12 سنة بلشت بانه جدي راح يروح على يسافر ومش حنشوفه تاني. فقالت لي امي لا ده اسبوع 10 ايام وراجع. وجدي توفى في الحج، سافر الحج. نعم. وبعدين قالت الله يمكن دي ليلى عندها زي باباها او شيء، مامتي ما اخذت. لما صارت قصه الجيران وقصه خطيبي اني انا مش هتجوز ده، كان عندي 17 سنه، بتقول لي امي ده من النق تبعك ومن البر تبعك. عمل كانسر وتوفى خطيبي، خطبته سنتين وتوفى. فشوي شوي انا كان عندي الاحساس اي كان لبناني؟ كان لبناني نعم، واستاذ جامعه كان. ف من انا وصغيره عندي هالاحساس، لا بفهم بالتوقعات ولا بالتنبؤات ولا بالجن ولا هذا كله انا بعيده عنه مدام بسمة وبريئه منه. انا من انا وصغيره نفسي، انا لحد اليوم مدام بسمة والله العظيم لحد اليوم انا قابلت شيخين، الشيخ فاروق الله يرحمه مصري والشيخ مصطفى الرفاعي، وحتى كنت عاوزه اوصل للشيخ الله يرحمه الشعراوي عشان اعرف. انا اتوقف عن كلمه احساس، احساس ولا توقع؟ لا الاحساس او الالهام القوي تبعي. يعني في ناس سموني ليلى صاحبه الالهام الخارق، يعني لما انا بالتسعينات يعني بلشت بال95 كان ما في تليفون مدام بسمة، كانت الناس تبعت رسائل وغازي فغالي يقرا الرسائل وانا جاوب على الرسائل. ما فيش حد اتصل على التلفزيون المحطه وقال لهم انه غلط او عم تقول غلط، لغايه ما اجتمعت بالمطرب ربيع الخولي الله يوجه له الخير، وقعدت معاه. كان كل سبت يستضيف غازي او كل يوم جمعه فنان، فقال لي شو بتقولي للفنان ربيع الخولي؟ طلعت فيه قلت له يعني ما حكيت ولا شيء، قلت له بيفقد شخص عزيز عليه وبشوفه عم بيصلي له بالكنيسه، فما حب ربيع. معيش ثانيه واحده، لما سالك السؤال ده نعم، انت لما سالك فجالك الالهام وقتها؟ نعم. اول ما سالك فيه. ايوه طلعت فيه قلت له انا يعني مش يعني مش محضره شيء ببالي، بس بشوفه بيفقد شخص عزيز عليه جدا وهو بيصلي له بالكنيسه، ما قلت حيعمل خوري، قلت هو بشوفه دائما بيصلي له لهالشيء. توفى اخوه على الدباب على الموتو وهو عامل خوري، فكان ده اول توقعت لنهاد فتوح انها تعتزل الفن. يعني هيدا انا مخبرك بال 1995. طيب. والارشيف موجود. تمام. طيب انت قلتي قابلتي شيخين قالوا لك ايه؟ الشيخ مصطفى. انت قلت لهم ليه؟ الشيخ مصطفى الرفاعي جوزي الله يرحمه كان من السعوديه، والشيخ مصطفى الرفاعي كان قاعد في مكه وعنده بيت، وهو كان بيعمل رقى الشرعية، يعني إذا واحد لا سمح الله إشبوشي ولا مسكون ولا عنده سعر ولا، هو كان بيقرأ عليه. ده شيخ كان من يعني الدولة هي حطته عشان للحجد. فرحت له أنا وجوزي وقلنا له القصة كذا كذا، فهو كان عنده. وزوجك كان مؤمن بيكي وباللي عندك ده؟ لأنه أيوة، لأنه مرة هو ليش أخذني، لأنه مرة ضيع المفاتيح تبعون، هو كان طيار بالخطوط السعودية، ضيع مفاتيحه فصار يدور. قلت له لو نكشنا البيت كله مش هتلاقيهم. قال لي ليه؟ قلت له لأنه أنا حاسة أنه المفاتيح هدول أنت نسيهم عند شخص أنت رحت له. قال لي أنا ما رحتش لحد. قلت له موجودين عند حد، فطلعوا موجودين عند حد من أصحابه بالخطوط ومرق عليه في الغلط ونسى المفاتيح عنده. تاني هو بيتصل عليه لزوجي على البيت، كانش في تليفونات. فابتدى من القصة دي زوجك يؤمن بيكي وكذا شغل، فراح معاكي للشيخ وكذا شغل، حكيته للشيخ. قالك إيه الشيخ وقتها؟ وقتها حكيت له أنه بابا كان هيك وهيك، فهو قال أنه يوضع سره في أضعف خلقه. أنا ما مهما كان عنده. رد الشيخ في أيوة. السعودية. ليش كان رد الشيخ في السعودية؟ لأنه كان في واحدة عنده وقال لي تقدري تعرفي قصة دي اللي جياني؟ قلت له قال لي وريني لشوف. قلت له الشيخ قال لك ساعتها. ساعتها
وربي شاهد على كل كلمة أنا عم بقولها مدام بسمة. قلت له دي بشوفها بتطلع بتفتح باب بيتها وبتطلع في الليل في قميص النوم وبتصرخ وبتعيط بس ليه؟ مع أنه ما عندهاش حاجة يعني إن شاء الله حتصير كويسة. فالشيخ استغرب لأنه جوزه كان مخبره كده، جوزها قصدي كان مخبره كده، فقال له كانت فعلا دي قصتها فقال له يوضع سره فأضعف خلفه. يعني انت ممكن يجيلك الهم لما تتسألي في وقتها. أيوة. ما تاخديش وقت علشان انك انت احيانا بدي وقت واحيانا بسرعه، لانه شيخ قاعد وطلعت فيه وانا يعني مظلومه مش عارفه اللي عندي ايه. فهو كان بيقول انه يعني سبحان الله يوضع سره في أضعف خلقه. ده كان رد الشيخ اللي في السعودية. نعم، وقال له دي يمكن جفت من عند ربنا أو نعمة من عند ربنا وخليها تحافظ عليها. وقال له تتحجب، أنا ما كنت رحت مش محجبة. وقعدتي قدامه غير محجبة. نعم. طيب ده سنة 1982. ده الشيخ الثاني؟ لا، الأولاني. ده الأولاني اللي في السعودية. الشيخ الثاني بقى كان مين؟ الشيخ فاروق الله يرحمه. فاروق إيه؟ والله كان ده كان عند أحد المسؤولين الكبار هنا. وتعرفت عليه عندهم. طيب. وكنا على العشاء. فهو أنا شافني إنه مش مصدقة من الحاجات دي اللي بقولها. لا معلش، الشيخ بقى كان قاعد بيقول حاجات هو كمان؟ لا، الشيخ كان قاعد بيقول يعني كنت أنا بتطلع فيه وبيتطلع فيه. فقال لي قلت له أنا ما بعرف يعني أنا مني يعني مش أيوة يعني هو كان قاعد بيقول حاجات أيوة وأنا مش مقتنعة. فهو قال لي غريبة، هو ما بيعرف كان متقمص دورك مثلا. أيوة يعني كان يعني هو بيشوف بيقول توقعات. عفوا، هو الشيخ كان عند الجماعة بس هو بيشوف، مش إنه شيخ جامعة. يعني شيخ بيشوف بقى حقيقي ولا لا؟ لا بشوف، شوف بيشوف حقيقي. نعم، لانه انا عرفتي ازاي؟ لان انا تحديته قلت له طب قل لي شيء. فهو طلع في قال لي ما بيعرف كلهم اللي قاعدين ما حدا بيعرف جوزي مين ولا شو هو. قال لي انت مبين، انت سمرة بشرتك، انت بتبيني انك من الخليج وزوجك ببين انه هو لبناني لانه ابيض اشقر. وهو ما شاف، ما بيعرف. صدق عمره ما نزلت له صوره في السوشيال ميديا ولا لا قبل لا في يوتيوب ولا انا عم خبرك الكلام ده من 25 سنه ده قبل ال طبعا قبل السوشيال ميديا اكيد من 25 سنه وقبل النت وقبل كله. وقال لي الحمد لله ده ربنا نجاكي وقال لك انت متي مع اللي ماتوا في الـ في القذايف في لبنان وانت تعورتي في رجلك من شظيه. وصح، ورجلك ما كانتش واضحه ساعتها. لا لا، كانت لابسه بنطلون، انا فايته عند شخص مهم في ال ما تخضتيش زيي، ما انا مخضوضه كنت منك. تخضيت واتطلعت فيه، قال لي انت من وين؟ قلت له يبقى بتلوميني ليه؟ لا لا، قلت له ابويا من الزقازيق. لا هو شيخ كبير كان وقور، بس انا قلت معقول يعرف لي حاجه لانه انا صعب حد يخرقني ويعرف عني حاجه، صعب. انا شفت واحده ايطاليه وشفت كذا، ما حدش عارفني. تفسيره ايه بقى ليك؟ نعم، فسر اللي عندك بإيه؟ قال لي حاجتين. قال لي مرت المسؤول فقالت له إيه اللي عند ليلى يعني عشان ترتاح، لأنه أنا كنت صغيرة. فقال لي أنا هقولك حاجة، رب العالمين أوحى للنحلة من أي زهرة تاخد وكيف تعمل بيوتها من أي زهرة عشان تعمل النحل، وبيوحي للحيوانات أجلك أنه بتحس بالزلزال أو بتحس بأشياء لما بدها تصير الحيوان، فما بالك الإنسان. وقال لي في آية بآية الكرسي يا بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عشت مع جوزي 12-13 سنة وتوفى الأولاني يعني، وما شافش مني إلا كل خير وكل حاجة، لا شاف جن ولا شاف كذا ولا ما كان جلس معايا ساعة واحدة، وبنام حده في السرير وجبت ولدين مش مبرر. لا بقول لك يعني ما في شيء، مش احنا متعلم احنا أيوة ما هو متعلم ومثقف. ما انا جوزي ما كانش يامن بالحاجات دي. ما انت ممكن تكوني معاكي حد وانت سخرتيه انه يبقى تحت طوعك. ابدا، انا ما عنديش الكلام ده خالص. وجوزي الثاني بقالي 23 سنه متجوزاه وعندي حفيد، يعني انا هالاشياء هيدي انا بريئه منها.
ومدام بسمة أنا منه أولاد؟ حاجة. اتفضلي. لا أنا ما جبتش أولاد لأنه أنا عايزة بس أربي. ما جبتيش منه أولاد؟ فهد وزينة. لا ما جبتش منه أولاد، ما كنتش عايزة. يعني أنت أولادك دول من الزوج الثاني؟ لا جوزي من السعودي. أيوة من الأولاني. فأنا قصدي كده. نعم. مش ده اللي توفى؟ نعم. واتوفى ازاي؟ والله جاي فيروس بنخاع الشوكي. وتنبأتي بده ولا لا؟ بصراحة تنبأتي بموت زوجي؟ لا أنا توقعت، قلت له أنا عايز أخذ الأولاد يدرسوا ببيروت عشان يكون حد أهلي. ليش مدام بسمة؟ لأن أنا كمان كان عندي كهرباء، إجاني عكبر كهرباء في الرأس، وتحكمت في مستشفى في بيروت كهرباء في الرأس. نعم، وإجتني عكبر، فقلت له أخذ الأولاد وانزل، أنا عندي كهرباء وأنت. وكان ساعة الاكتشاف ده كان عندك كهرباء في المخ؟ نعم. قلت كانت له حاجة طبيعية؟ قلت له خليني أخذ الأولاد، بركي أنت صار معك شيء كمان، يعني كيف بدي أنا هيك نقسم حالنا، أو أنه أنا عندي إحساس أنه ممكن أنت تمرق بشيء صحي وأنا بدي أتعالج، خلي الأولاد معنا. طيب ست ليلى، ده تفسير الشيخ الأول وتفسير الشيخ الثاني؟ ما حدش عارف يا مدام بسمة. طيب أنتي بتحسي بنفسك أنتي مين؟ أنتي إيه؟ أنتي ملكة التوقعات، أنا هقولها لك. عندك مثلاً علم إلهام، عندك بصيرة، عندك بركات، كرامات. يمكن هاي كرامة من عند ربنا، بس أنا ده ما بيتعلم ولا حد بيقوله. طب هم لا أنا ما قلتش بتتعلم. إيه مدام بسمة، كتير ناس قالوا، معلش أنا هقولك شو تقال، دي أكيد الماسونية هم اللي بيخبروها وهم المخططات. طب أنتوا عم بتقولوا لا يعلم الغيب إلا الله، كيف الماسونية بدها تقلي؟ يعني شوف التناقض. وساعة بيقولوا إنه الجن حيطلع يسمع. لا يعني معلش، بس يعني ممكن يكونوا هم بيخططوا وعارفين هيعملوا إيه؟ يخططوا عربيع الخولي إنه عمل فرق. استني استني استني، لا هم بيخططوا بيقولوا للرئيس السريلانكي اهرب. ده أنا اللي توقعت عن الرئيس السريلانكي. هي أمريكا قبل ما تدخل العراق قالت لهم أنا دخلت عليكم؟ يا حبيبتي أنا بعرف، أنا على CNN، أنا اللي قلت بيدخلوا على العراق وما بشوف صدام حسين بالعراق. هذا كان أول توقع أنا اللي توقعته قبل بسنوات. طب يعني واحد بده يعمل 11 سبتمبر يطلع يقول لي قولي عن 11 سبتمبر انزعلهم المخطط؟ إزاي؟ اللي بده يعمل مخططات يقول عن مخططاته ولا بيعملها على السكت؟ ممكن بيعملها على السكت. يعني وقت فاغنر الروس قالوا له انه حنقتل فاغنر، والله عين. طب تعالي نطلع من موضوع التوقعات. عايز ارجع لليلى عبد اللطيف، الانسانه اللي قاعده قدامي اللي ابهرتني بتوقعاتها التي تحدث. مدام بسمه، هي برجع بقول لك للمره المليون انه هيدا الشيء كيف بيجيني. انا كليلى عبد اللطيف ما اعرف، ولا احد بالدنيا حيعرف الا رب العالمين، هو السر عنده. طيب انا رح وعلى فكره انا انسانه صادقه، لو تحطي حضرتك مصحف هنا وتفتحيه انا ححلف عليه امام ربنا وحتحاسب لكل كلمه عم بقول لك اياها هي صحيحه. هسألك سؤال بعد الفاصل، مهم جدا اني اخد اجابته. هل ليلى عبد اللطيف بتعتبر نفسها من اولياء الله الصالحين اللي اختصهم ربنا سبحانه وتعالى ببعض الكرامات؟ هعرف اجابتك بعد الفاصل. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ست ليلى، سألتك قبل الفاصل هل ليلى عبد اللطيف من أولياء الله الصالحين اللي اختصهم ربنا سبحانه وتعالى ببعض الكرامات؟ عايزة إجابة. أنا بعد دي كرامة من عند ربنا، هدية من عند ربنا من لما كان عمري 12 سنة، يلي أنا ما بفهم لا كنت بالمخططات ولا مخابرات ولا ماسونية. أنا من لما كان عمري 12-13 سنة، وفي شهود بمنطقة زق البلاط محل ما كنت أنا عايشة في بيروت بيعرفوا قصتي، ولما عشت في السعودية مع جوزي بيعرفوا قصتي. يعني القصة إجت من أنا وصغيرة، دي أنا بعدها كرامة من عند رب العالمين، لأنه أنا كنت بالمستشفى
مدام بسمة كنت مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت وكان عندي تيفوئيد سنة 80 وكنت بموت، هر شعري كله 23 يوم حرارة و بعد ما بدأ معاكي قصة التوقعات وكده وانت فيه؟ لا أنا ما كنت، أنا يعني كنت بحس وبتوقع بس مش أنه ما كنتش معروفة. أنا عارفة 80. بس نعم. كنت يعني ونايمة في المستشفى وأختي نايمة على الكنباية، ونحن لو قلناها قدام حد ما حدش حيصدقنا بهذاك الوقت. وأختي نايمة على الكنباية عندي في الغرفة وأنا على السرير، أنا شفت واحد دخل غرفتي وأنا نايمة بين الحياة والموت و23 يوم في الجامعة، وأمي كانت بتولد بأختي ريزان، فقال لها الدكتور أنه أنت الله أعطاكي بنت وبنتك أنا حروح يعني. فجأة أنا بشوف واحد داخل. قال والدتك؟ قال لوالدتك أن أنت حتموت. نعم. وشفت واحد داخل عندي في الغرفة، لأن صار وزني تقريباً 37-38 كيلو، كنت 48، نزلت يعني 10 كيلو. فشفت حدا معه قطنة وجاي عندي رجل كبير في السن ما أعرف شكله، أنا افتكرته من المستشفى. فإجا جاب قطنة وحط كأنها مية، يعني هو مية لأنه مرة شوية، فإجا حط لي على تمي كده في القطن على تمي، والله العظيم يا مدام بسمة ما صدقك، حط كده عصر لي كده، وأنا بدي عيط لأختي ما يطلع صوتي لأنه خفت منه. بدي رن بالجرس السرير ما قادرة، حتى هنا مسلس وهنا مسلس. فأراح بعد ساعتين ثلاثة عم بقلها لأختي، قالت لي أختي شفته بس أنا ما بعرف مين هيدا. سناء مفتها عيونها، أختي اللي توفت الله يرحمها. الله يرحمها بقاء لله، اللي توفت من قريب وانت توقعتي موتها. نعم. بعد ساعتين ثلاثة راحت الحرارة، راح كل حاجة. بعد ساعتين ثلاثة؟ نعم. بالسرعة دي؟ نعم. ساعتين ثلاثة قلت لها لأختي جيبي لي مي بدي أشرب، كان ممنوع المية، ممنوع ممنوع أي شيء نحط في تمي. جابت لي مي ودقت للنيرس قلت لها بدي أشرب، شربت مي وقلت لهم أنا يعني جعانة عايزة أكل. فدقوا للدكتور وإجا شوي شوي، صرت أتقبل الأكل أتقبل المي. فالدكتور قال لي دي معجزة من عند ربنا، كيف وليه أنا ما أعرف هالقصة. إيه بقى المعجزة اللي حصلت؟ القصة دي معجزة ما بنعرفش مين، بيقولوا لك بالنيرسات ما حدا فات ولا حدا إجا ولا حدا عمل. وأنا قلت للدكتور شرحت له إنه هيك هيك صار يضحك ما بعرف. طب ما سألتيش بعد كده شيخ؟ نعم. على الحدث ده سألت، قالوا لك إيه؟ سألت على اللي أنا لأول مرة بحكيها مدام بسمة هذه الحادثة، لأنه ما حدش حيصدق. والتانية لما كنت في الميتم كان في قفص، أنا كنت ما أحب الأكل، يجيبوا لي الأكل يعني أكله في الغصب. ميتم مين؟ دار الأيتام. أنا فت ميتم عمري 7 سنين، طلعت عمري 20 سنة. تمام. فأنا كنت جعانة، ما كانش يعجبني الأكل، كان يطعمونا إياه غصب عنا، فكنت أطرش الأكل وجعانة. قمت خليت الليل شوي ليصير، نزلت عشان في قفص تبع المطبخ الأساسي بتاع المدرسة، وكان القفص الحديد مفقود. قمت جبت برتقانة، مديت إيدي لجيب برتقانة عشان أكلها، إيدي تخرمشت كلها من هنا. جبت البرتقانة بدي أخدها، وال إجا حدا من وراي الناظرة بتاعت القسم، جابت الليمونة من إيدي، ما بقدر أنسى هذاك المشهد، وكبتها في الأرض وطلعتني القسم. أنا وطالع القسم على الدرج وأنا عم ببكي يعني. فتت على الغرفة، بعدين فتحت الباب، أنا سمعت حد كأنه بيعيط ليلى ليلى، قلت هذا صوت سمعته مرة. كان عندك كم سنة؟ كان عندي 11 سنة. وبعدين نزلت على الدرج مدام بسمة، هلأ كيف وليه ما بعرف، النظرة فتت تنام. أنا فتحت الباب لقيت على الدرج بس اللي بيناديكي بقى، طلعتي اللي بيناديكي. ايه بس صوت صدى زي بتكوني في الصحراء. ولقيت برتقانتين على الدرج، أخذتهم وفت. صرت قصهم بإيدي لأنه ما معي سكينة ما معي شيء، وصرت مصهم. هذا المشهد ما بنساه بحياتي، هدول المشهدين اللي صاروا معي
أنا لن أنساهم إلى اليوم. أنت متأكدة كان الموقف ده حقيقة مش خيال؟ طبعاً. مين حط مين؟ ما كانش في حدا إلا أنا والنظرة. لا يعني لأنه النظرة ضربتني وطلعتني لفوق، يعني ما حدش كان موجود. لا يعني ما كانش هذا الموقف يهيأ لك؟ لا كان أنا حقيقة. أخذت البرتقالتين وأكلتهم، أكلتهم وفت صابنت إيدي وفت نمت، وكان معايا في الغرفة 6 بنات نحن مننام في الغرفة أو 7 بنات. طيب ما سألتي الشيخ قال لك إيه؟ ما قلتي ليش؟ الشيخ بيقول لي يا ريتك ما حكيتي لما خبرتهم. ليه؟ لأني بيقول لي سبحان الله يمكن هذا يا بنتي ولي أو شيء، يا ريتك ما قلتي. والله هيك قال لي، قال لي في سر ويا ريتك ما قلتي. حتى لأمي قالت لي يا ريتك ما حكيتي. بس اللي قالهولك الشيخ أنت عملتي عكسه تماما في حياتك. صح صح. ليه؟ عملت عكسه إزاي يعني؟ يعني هو قال لك يا ريتك ما قلتي. اه يا ريتك ما قلتي. انت بتطلعي تقولي على كل القنوات وكل الطبقات. لا يا ريتك ما قلتي عن الحاجات دي. ما عن اللي اجا كرامات، اللي اجا في المستشفى واللي حط البرتقان على الباب. ما هو اللي بتقوليه للناس وللعالم. ما بعرف شو عندي انا وزيري بتعلني. يعتبر من مدام بس على فكره وكرمات. انا راح اقول لك شغله برحمه البابا وحياه، اقسم بالله برحمة البابا، إنه أنا أي شيء بتمنيه من أنا وطفلة أنا بحصل عليه، وأي حد بيأذيني أو بيأذي أمي أو حد من إخواتي اللي ضربت أختي في المصرة وعورت لها عينها، عملت حادث في السيارة وراحت. أنا بقلك يلي بيأذيني أنا بحس لو بعد قدي يا بحسه صار معه شيء أو مرض أو صار معه شيء. هلأ كيف ليه ما بعرف، حتى لو بعد فترة انتبه أنا بقول بس حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أنا ما بدعي. النقطة دي بقى جديدة. آه صح. ما سألتيش عن النقطة دي؟ لا. لأن أنا في واحدة حكت لي نفس القصة دي قبل كده. نعم. لا ما عرفتيش دي ليه؟ لا ما سألت، بس بقول الله كبير، لن يموت الظالم إلا والله حيظلمه. وأنا انظلمت كتير من أنا وطفلي، انظلمت. لا يعني إحنا عايشين في هذه الدنيا كلنا بنتظلم، كلنا بننظلم، بس في يعني دي عشان أقول لك كلمة حق في حقك. نعم. أنا في واحدة حكيت لي إن بيحصل معها كده حقيقي، يعني كان شيء محير. قالت لي أنا لما بزعل من حد بلاقي إنه يا بيموت يا ربنا بينتقم منه، بلاقي العقاب السماء وعقاب شديد. يعني حتى فدي عايزه رد من شيخ. دي عايزه رد من شيخ. ما انا نفسي كنت اوصل لحد يعرف حاله ليلى عبد اللطيف اللي عندها. ازاي انا بكون قاعده مدام بسمع على التلفزيون ازاي توقعت اشياء كبيره. طيب للناس يعني انا مثلا بيجيني ناس قبل ما كان في تليفون ما اعرفهم، يدقوا على تليفون البيت يجوني اجلس معها خبرها كل شيء اول مره شوفها. عشان كده سعيتي تقابلي الشيخ الشعراوي. صح. ليش انا عم خبر هالست او هالرجل اللي بيجي لعندي؟ يعني في كثير ناس قلت له انت حتصير وزير ولا رئيس. ايميل لحود كان عسكري. اول مره تشوفيه؟ او انا كنت ساكنه في بعبدات والرئيس ايميل لحود كان قاعد على كرسي وجيش، كان عسكري بعده بالجيش. فقلت له انا بشوفك يوما ما، قال لي انت سمرة ولا البحر عامل فيك هيك؟ قلت له انا سمرة. قلت له شفت الكرسي اللي قاعد عليه؟ قال لي ايوه. هو طلع حكى، قلت له أنا بشوف إنك أنت تقعد على كرسي رئاسي. صار يضحك. لما صارت طلعت هنيني وذكر أنا شو قلت له. ما تلخبطينيش عشان ابتديتي تتعبيني. لا أنا عم بقول لك إنه اللي عم بيحصل يا مدام بسمة. طب كيف بتتوقعي لأشخاص حياتي؟ مش انسي دول. أنا هلا يعني أنا على التلفزيونات اللي من 95 اللي بقول لك ليلى إلى ظهرت إزاي؟ طب أنا اللي من 95 أنتم ما كنتوا تحضروني. تاريخ يشهد 4 سنوات. لو ما كان ناجح الشيخ بيير الظاهر ما كان كفى الحلقات. 4 سنين كل شهر تاريخ يشهد. كنت أقول ما في شهر يصير اللي أنا أقوله. بس في بعض الإخفاقات نحن يعني بشر. في بعض التوقعات طلعت غير صحيحة لي. نحن بشر. أيوة. وقلتها أنا وقلتها عن الرئيس ميشيل. أصلاً الرئيس ميشيل عون قلتها هو وطيب يعني الله يطول عمره. قال لي ليلى إذا بتحبيني بتمنى عليك. أنا ما حدا بده يعني مش أنا جاي الرئيس. يلي جاي الرئيس هو جون عبيد. عمري ما بدي. متوقع جون عبيد؟ أنا عمري ما بدي دينتي لحدا.
قال لي اسمعي مني عشان ما تفوتي بالحيط. قلت له انا شايفتك انت. طب انا عندي الفيديو حبعت لك يا مدام بسمة. لما توقعت رئيس ميشيل عون، هو الرئيس، هو اللي خلاني اغير ميشيل عون. الرئيس كان جنرال ميشيل عون. يعني انت كنتي؟ انا كنت متوقعه هو، متوقعه ميشيل عون. حتى الشيخ بيير قال لي ليلى ليش غير، وبعدين هو خلاكي تغيري. مزبوط. حتى قال لي جونا عبيد، صح. حتى بدي اقول لك مدام بسمة، بالتلفزيون قالوا لي ليلى ليه غيرتي، ما كنتي عم تقولي المفاتيح بايد الجنرال القصر. عندي الفيديو. تاني بقى انا قفشت معاكي حاجه دلوقتي. لا لا قولي. لا بالعكس، يعني في بعض التوقعات اهي من اللي انت قلتيها بعظمه لسانك بتتقلك بناء على معلومات مسبقه. لا لا ما بتتقلك. من جهات لا ما رسميه وسياديه. لا ما بتتقلك حبيبتي. انا قلت ثلاثه، سليمان فرنجي، ميشيل عون. هو مش ميشيل عون، هو اللي قال لك جون عبيد. لا قبل انا قلت ثلاثه، رئيس سليمان فرنجي، جان عبيد، ميشيل عون. ثلاثه ركزت على ميشيل عون. مين ضل؟ جان عبيد وسليمان فرنجي. قلت سليمان فرنجي بعده شاب يوما ما حيجي. جان عبيد انا بشوفه هو فخامه الرئيس. لما قلت انه جان عبيد فخامه الرئيس، وقلت ميشيل عون بين اثنين. عندي الفيديو حبعت لك اياه. قلت بين اثنين، يعني حطيت بين. طب ساعتي ليه تقبل الشيخ الشعراوي؟ لانه تعبت وعايزه اعرف شو اللي عند ليلى عبد اللطيف. تعبت ولسه ما عرفتيش؟ لا. أمي امرأة صالحة. عرفتي تقبلي؟ لا. يا ريت. ما عرفتش قبله. أمي أنا قابلت شيخين ثلاثة في حياتي وما عرفوا، ما أخذت منهم لا حق ولا باطل. طب بس من وين؟ الدنيا مليانة، العالم العربي كله مليان شيوخ كبار. ليه ما ساعتيش تقبلي حد من الكبار؟ حد يقول لك أنت إيه اللي عندك؟ إيه سرك؟ ما بيقولوا هل لك سر عند الله؟ أنا إلي سر عند رب العالمين. خلاص مش عايزه تعرفي بقى. لا بدي الجا لشيخ. خلاص مكتفيه بال. ربنا عطيني في مدام بسمة، رب العالمين بيعطي نعمه الزكاه، نعمه الرزق، نعمه الصحه، نعمه الالهام. هي بعدها نعمه الالهام. اقفي بقى عند علم الالهام. انا نعم. شفتك في احدى حواراتك نعم. قلتي انا امتلك علم الالهام. نعم مظبوط. صح. او امتلك الالهام. مظبوط. انا عايزه اعرف يعني ايه الالهام، ما هو الالهام؟ الدفتر عندي في البيت وأنا قاعدة بحط النسكافيه حدي وبقعد، والدفتر عندي وعندي دفتر صغير في شنطتي وين ما بسافر. أي شيء بيخطر فكرة بتمرق في راسي بأيدها وبتطلع صح، وإذا غيرت الفكرة بيطلع غلط. هي أول فكرة يعني أنا في حضرتك الواتساب عندي مليان، الناس بتقولي ليلى اللي قلتيه إني روح أعمل فحص للرأس طلع معك حق يا ليلى، مش ميجران، طلع معي شرييني فيها شيء نوع من عم بعمل كنت كانسر أو عم بعمل شيء منيح. اللي رحت فحصت، رحت عند الحكام قالوا لي ميجران. يعني هيدي، طب أنا ما بفهم بالطب. مثل ما بقولوا لك ليلى انه بالسياسه بالاقتصاد بالطب، هذا الهام من كل شيء. امال بس حقول للست حتحملي وحتتجوزي وحتطلقي لا، الالهام بيجي على كل شيء. هل تعتقدي او انت عارفه الالهام ده حلال ولا حرام؟ والله انا ما جبته من عندي. يبقى حلال. انا ما جبته من عندي. طب حضرتك انت اخذتي الدور انه حضرتك اعلاميه، طلعت إعلامية. أنا ما طلعت لا دكتورة ولا مهندسة ولا طباخة ولا. أنا طلعت من هالدنيا. أبويا شيخ، أمي كانت محجبها مع أبويا، أبويا شيخ أزهر، ما مش واعية على أبويا كتير، بعرف إنه كان يحط لفة. فت ميتم وصارت الصور والأشياء تجيني أنا وفي ميتم، كنت طفلة. دخلتي ليه الملجأ؟ دخلنا الميتم انا واختي، واختي لانه من نحن ثلاث بنات من البابا. امي حطتنا ميتم لانه لما ترمنت امي من البابا كان عمرها 23 سنه. جدي جوزها لشخص ثاني وجابت منه ثلاث صبيان، واحد منهم دكتور بالذره، تعلم حساب، الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه. فت على الميتم، يعني انا على الملجأ، على الملجأ دار الايتام الاسلاميه اسمه. نعم. يعني أنا مدام بسمع كان عندك كم سنة؟ أنا كان عمري 7 سنين وهن 6 وسنة 5.
اي وجع القلب ده. انا ربيت لحالي، خفت لحالي، بردت لحالي، جات لحالي، سخنت لوحدي، ما بعرف لا شو معنى. يعني وانت في حضن امك وعندك 7 سنين نعم، مره واحده ولقيتي نفسك وفي حضن ابوكي انك في ملجأ ايتام؟ صح، عشت ازاي؟ يعني نمت وقمت ما لقيت لا ماما ولا بابا، ولا ربيت مع اخواتي صبيان. بعدين اختي اللي عمرها 50 ما استحملتش، طلعت، بقيت انا واختي هن، واللي شفناه في الميتم ما حدا شافه، والعذاب اللي شفناه ما حد، يعني كنا ننبسط لما يجوا ناس يتبنونا في رمضان وياخذونا يعشونا برا ويشتروا لنا هدايا ويرجعونا تاني، كنا ننبسط. ف العذاب اللي مرق على ليلى عبد اللطيف، مره الاستاذ توني خليفه قال لي ممكن تكتبي قصه حياتك؟ قلت له لا، لانه لو كتبت قصه حياتي حاذي اولادي، فما ممكن اكتبها، صعبه، صعبه جدا. تاذي اولادك؟ اه طبعا، اه من اللي شفتيه، من اللي شفته، الحكايات اللي هتحكيها. لانه زينة بنتي خلتني لسافرت، قالت لي ماما بدي اقول لك شيء بس ما يعني، قلت لها ايه؟ قالت لي ماما رحت على الميتم وجبت 10 أولاد وفطرتهم في رمضان، شفت واحدة قاعدة على جنب صرت ابكي، قلت لها ليه ماما؟ قالت لي تذكرتك لما انت كنت طفلة كيف كنت عايشة جوا بنتي. وانا كل الحنية اللي انحرمت منها مدام بسمة كلها اعطيتها لفهد ولزينة. عندي اولادي نقطة ضعفي، ربيتهم، علمتهم لغات، فهد بيحكي 6-7 لغات، زينة الحمد لله تخرجت، فهد تخرج ب3-4 شهادات وبيشتغل. يعني تعبت أنا على أولادي، وتعبت من كلام الناس، ما بقلك لا، بس أمي امرأة صالحة قالت لي تعي يا بنتي أنت ولا الأنبياء؟ قلت لها لا ماما الأنبياء ليش؟ قالت لي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى الناس بتجيب سيرته، الأنبياء اضطهدون وعذبون وعملون سحرة، ما لومتيهاش؟ فأنت مين قدام الأنبياء لما الناس صارت يعني يهاجموني بالأول؟ فعاد هلا ما لومتيش أمك ليه إنها سابتك في ملجأ؟ أنت أخواتك البنات وأنتوا صغيرين كده، إيه يعني الجواز يعني اللي اتجوزيته ده؟ أول شيء أيوه أيوه، بعدين لا، ده أنا عندي أمي، ربنا فوق أمي تحت، ده واجبك، أمي قبل أولادي، ده أمك وواجبك، وبرافو عليكي وبحييكي. بس اللي أنت شفتيه وعانيتيه شيء يعني قاسي، أنا لا يمكن كنت أتخيل إنك قصيتي كده في حياتك. بس ربنا كاتب كده، بس ربنا حاجة. بس ربنا أنا بحس أكرمني، يعني أكرمني. يعني أنا بدي أقول لك شيء مدام بسمع، في كتير ناس بتشوف وعندها رؤية بس ما وصلت اللي أنا وصلت له. أنا ما في محطة بالعالم ما وصلت لها بنعمة، ما فيش، أنا وصلت لرؤساء، لشيوخ كبار، أمرا، ملوك إذا بدك، أنا وصلت لشخصيات كبيرة وقعدت معهم كمستشارة كيستشيروني، لأنه عندك فرانسوا ميتيرون، عندك جاك شيراك، عندك كان بأمريكا ريغان، كلهم عندهم كان ناس بيستشيروهم. وانت كنت احد المستشارين دول؟ وانا كنت احد المستشارين لكذا شخصيه، يعني بالالهام اللي عندك، بالالهام اللي عندي كان بيتحقق في الاخر. نعم، والا ما كنت استمريت معهم سنوات واسافر لهم. اكيد كان بيتحقق. واشتغلتي انت عارفه، عشان انا ما احس مدام بسمه انه انا، يعني دائما بقول انه انا يا سياده الرئيس او يا حضره الوزير او كذا يا معالي الوزير، أنا بشوف كذا 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 والعلم عند الله، بس أنا هيك شايفة عشان ما أحس حالي إن أنا وقعت بالغلط. هل يخفى عن الناس وفي السوشيال ميديا وجوجل أول حروف من أسماء أبنائي؟ أنت بتجيبي حروب بتحصل وكوارث طبيعية. لو الدنيا كلها جاعت مصر ما بتجوع. قلبي مصدقك وعقلي رفضك. لو اجتمع الانس والجن لا يعرفوا شو في عند ليلى عبد اللطيف ما حدا حيقدر يعرف. ونقطع السطر ياه.